هذه الكثبان الرمليه تحوي في داخلها حطبا واخشابا يريد اصحاب هذا المشروع ان يحولوها الى هذا الفحم الفحم الذي بات يشكل ازمه حقيقيه في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزه سيما وان اسعارها باتت فلكيه للغايه الرجال هنا يعملون على صنع هذا الفحم لتقديمه للاسواق والسوق الفلسطيني خاصه في ضوء الاحتياج الحقيقي بالنسبه اليه مع ازدياد الطهي على الافران الطينيه التي تحتاج الى الخشب وتحتاج الى الفحم بالاضافه الى ان هناك نقصا حادا في هذا المنتج في الاسواق اولا لعدم توفره من خلال الاستيراد وثانيا لمنع الاحتلال ادخاله بالنظر الى اعتقادهم بانه ازدواجي الاستخدام، اي انه قد يستخدم في صناعه الصواريخ، هكذا يعتقد الاحتلال الاسرائيلي، لذلك الفلسطيني اضطر ليصنع هذا الفحم بيده. معي هنا محمد ابو عوده، محمد انتم بتحاولوا تفكوا ازمه في في السوق الفلسطيني، بدي تحكي لي كيف يعني ليش بلشتوا بهذا المشروع الان في الحرب وايش الهدف من هيك؟ اول شيء احنا مهنة الفحم مهنة أساسية كانت عنا احنا اشتغلنا فيها من سنة لأ 2004 استمرنا فيها يمكن عشر سنوات في عام 2012 تقريبا يعني سبنا الشغلة تركناها صار الفحم يدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم اه وشح الحطب كان في قطاع غزة صار كل الشغل على استراد في الحرب الأخيرة هاي نتيجة الاجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية في جنوب قطاع غزة تم تجريف أراضي واسعة من حطب الزتون والحمضيات وتجريف طبعا بشكل واسع اضطرينا أنه إحنا نرجع لمهنتنا الأساسية قمنا أول عملية يعني في مرحلة الفحم اشترينا الحطب من التجار بعد ما اشترينا بدينا يعني المشروع بدينا المشروع في ظل إمكانيات أنت شايف صعبة في ظل وضع صعب جدا بنفتقد فيه لأساسيات الشغلة فيش إمكانيات زي ما كانت الإمكانيات موجودة سابقا وفيش عندك عنصر الأمن مفقود عنا بدينا نشتغل خليني أسأل سؤال مهم آه. اليوم سعر الكيلو من الفحم كم وصل؟ اليوم سعر الكيلو تقريبا في السوق المحلي بيصل من 22 ل 25 شيكل مقارنة, مقارنة بالمستورد يعني مكعب الفحم الحجري وصل ل 2 دولار و 3 دولار في الامريكي هذا احنا بنحكي عن تقريبا نحو 7 دولارات الكيلو الواحد في ظل انه كان ما قبل الحرب على قطاع غزه كان الكيلو لا يتعدى الدولار وشويه يعني انت بتحكي في خمس شواكل كان الكيلو يجي مستورد يتم توزيعه في السوق المحلي بخمسة شيكل اليوم انت بتحكي في عشرين واثنين وعشرين وخمسة وعشرين فالأسعار تمام. آه والهدف من ذلك تخفيف تخفيف المعاناة يعني احنا بالأول وفي الآخر بنجتهد بنتعب بنحاول انه نكون نقدم الفحم بأفضل صورة في السوق لكن إحنا الإمكانيات التكلفة التكلفة اللي, اللي بتنزل فيه علينا الحطب والوسائل النقل والعيد العاملة التكلفة مرتفعة مرتفع وذلك لأن الاحتياج بات حقيقيا بالنسبة للفلسطينيين الذين باتوا يستخدمون هذه الأخشاب وهذا الفحم في الطهي في تسخين مياههم للاستحمام في الكثير من تفاصيل حياتهم التي حولها الاحتلال الإسرائيلي من حياة الرفاهية إلى حياة الخيام غاز العلول من مواصف خان يونس رؤيا